احنا راهو الفيروس هذا تو جانا تو تفجعنا به، عباد متنبأ به راهو الفيروس هذا، كان كاتبه حاجه تو تصير. برايك اكثر من زوز؟ اي. ابرز الحلول لوقايه من هذا الفيروس هو النظافه، لازم الواحد يبعد على العباد ويغسل يديه يوميا ولا مده 3-4 مرات في النهار باش نتجنبوا فيروس كورونا اللي ثم زوز اصابات مؤكده في تونس وبرشا حاليات مشابه في اصابتهم. شنو هو لازم ابرز الحلول الجذريه؟ نعرفك مواطن تونسي ممكن ما عندكش يعني، اما شنو هو لازم على الدوله التونسيه؟ شنو اعطيني اول حاجه، اعطيني المصداقيه نتاع زوز بركه في تونس، هذا اللي اعلنوا عليه السفاره نتاع عباد قداش مرض تفهم فيا، ونكذبش عليك معناها انا عبيت تقعد منها بربي خويا كان كاتب حاجه تو تصير. برايك اكثر من زوز؟ ايه. ليه انا تو سامع في قفصه برحق الحاله بتفشى على الاخر ومخك يقف حسن. انت باش تعرف شفت ابسط الحاجات لازمنا نطبعوا طرق نتاع وزاره الصحه، ما عطاتنا طرق نطبعوها، كان كاتب حاجه تو تصير. معايا ولا؟ ما اغلاق المعابر معاه وضد الشيء؟ مش اغلاق معناها نركزوا الوحدات نتاعنا الصحيه تفهم فيا وكلي تيست هذوك معناها فهمتي ولا مش نسكروا معناها يتعديوا مش ليه، اما فما ايكيب سور بلاس غاديك في المطار. انت نحن راهو الفيروس هذا تو جانا تو تفجعنا به، عباد متنبأ به راهو الفيروس هذا تفهم فيا، انت ماني عارفه باش يجي الفيروس هذا. ها الفيروس هذا حسب رايك صناعه بشريه ولا الهيه؟ والله حسب ما شفت انا من الاول قلت الهيه تفهم فيا، هي كل شيء من عند ربي سبحانه، اما حاسب مريض بشري انا حاسب الولايات المتحده الامريكيه والله واعي. نعرفوا اللي اول ما ضرب الصين وبعثيك انتشر في ايران، اكثر زوز بلدان معاديه للولايات المتحده الامريكيه بلاد الامصام، هكا هذا الشيء يخليك تشك او تشوف شويه اللي امريكا شك هي الفعله هذه؟ شكيت ما نكذبش عليك وانا حاس قلبي خبير يا امريكا. إن شاء الله ربي يحمي تونس ويحمي الجالية العربية وشقائنا الجالية التونسية معناتها في البلدان الأوروبية سيرتو إيطاليا اللي كونوا متفشي فيها الفيروس هذا الوباء معناتها الخبيث، وأنا ننصح معناتها كل مواطن باش يحمي نفسه بعدم معناتها التخلي على النظافة، يلزم يكون ينظف معناتها لماكسيموم فهمتني، والشعب التونسي تويك انا حسب ما نشوف ولاحظ واعي معناتها قاعد يتبع معناتها في المواقع الاجتماعيه في التصريحات وزاره الصحه المنظومه العالميه للصحه وقاعد واعي معناتها. حكيت لي على ايطاليا، نعرفوا لي برشا رحلات قادمه من ايطاليا نحو تونس وبرشا بلدان يعني متفشي فيها الفيروس هذا وعندها رحلات نحو تونس، تطالب اغلاق المعابر الجويه والمطارات، يعني المطارات هي اللي هي المعابر الجويه والحدود البريه للتوقي من الظاهره هذه لفتره ما حتى ترضى الامور شويه. ولا هذا من شان الدوله التونسيه؟ على الدوله التونسيه فعل هذا؟ على الدولة التونسية معناتها إجراء كما هذا، ولا احنا ما ندخلوش في الأمور هذيا فهمتني، احنا جيست ننصحوا معناتها فهمتني بالوقاية من هذا الفيروس. بسم الله الرحمن الرحيم، أبرز الحلول للوقاية من هذا الفيروس هو النظافة، وثاني حاجة أن تجنب الاماكن فاش تكون اماكن فيها تجمعات كثيره، وكنعتقد بان انا جيت لتونس نهار هذه اسبوع كنعتقد بان فماش كورونا دونك حاجه عادي. مواطن مغربي ولا جزائري؟ لا مغربي. انت مغربي. يا مرحبا، يعني اتحبذ اغلاق يعني كل الرحلات او القادمة من خارج المغرب سواء من إيطاليا أو ألمانيا القادمة نحو المغرب ونحو شمال إفريقيا، تحبذ إيقاف الرحلات هذه سواء بحرية أو برية؟ أنا ضد الإغلاق، لازم تكون أنا ضد الإغلاق، أنا في نظري تكون غير وقاية وتكون كنترول، يعني أي واحد جاي من بلاد اللي فيها الفيروس يكون جوست كنترول روتيني، إلا صح أنه مصاب بالكورونا يمشي يتعالج. دونك انا ضد اغلاق الحدود وضد اغلاق الجو. وانت حسب رايك ابرز الحلول باش نقضيه على الفيروس هذا شنو؟
انا حسب رايي اتباع توصيات وزاره الصحه اهم شيء. اليوم الومضات الاشهاريه اللي عاديوها في التلفزه فهمتني يتبعوها معناتها المواطنين وبقدره ربي لاباس، ما معناتها واحد يتوقع وربي سبحانه اللي معناتها يمنعك. الكثير تحدث على خلينا نقول انتشار الوباء هذا والفيروس هذا خاصة في ولاية قفصة اللي هنالك مئات الإصابات بالفيروس هذا، ووزارة الصحة ما زالت ما أعلنتش على الأرقام هذه. في رأيك شو لازم تحبذ إغلاق المعابر، نحبسوا يعني الحدود سواء البرية والمطارات باش ننظموا الأمور أكثر وندرسوا الأوضاع أكثر، خاطر نعرفوا اللي ما عندناش من الإمكانيات برشا من الإمكانيات باش نجيبوا الفيروس هذا. انا نشوف معناتها دول متقدمه كيما ايطاليا وحارت فيه وما خذتش الاجراء هذي باش تسكر الحدود نتاعها كلك سوا على الصينيين اللي هما مصدر الفيروس والا معناتها دول العالم الكل فهمتني. احنا ما فهمش علاش باش معناتها تسكر المعابر الحدوديه وزيد للاشقاء معناتها سوا في ليبيا ولا في الجزائر ما فهمش حالات كثيره معناتها اللي يقولوا تفشى برشا فيها فهمتني. والله التعليمات اللي شفتها على الانترنت وكذا والواحد لازم الواحد يبعد على العباد ويغسل يديه يوميا ولا مده 3-4 مرات في النهار وكذا، وعندنا ونستعمل جيل ديزانفيكتون زاد خديته معايا هنا باش نستعمله. عندك انت؟ عندي البرودوي هذا في جيبي نستعمله يوميا. هذا معناه يحمي من الاصابه بالفيروس هذا، يحمي من اذا تمسح الاماكن وكذا اللي تمسها واللي تغسل. والله 5000 ولا 7000 5000 يعني اي مواطن قادر انه يشري، اي مواطن نجم يشري يمسح يده وين شاك فوا يمس بلاصه معينه ولا 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 مطعم ولا مشى القهوه ولا باش يحمي يديه من تنقل الفيروس يمسح به يده وكذا ونورمالمون ان شاء الله. مش احنا متصور ما عندناش خطر. شنو هو الاجراءات اللي لازم تتخذها الدوله التونسيه في اسرع وقت؟ والله بحكم احنا الحالات تاعنا ما عندناش برشا حالات حسب ما فهمت انا، عندنا حالتين يمكن ولا معناتها ايفيتي لي غاسومبلومون باش تبعد على توسكي غاسومبلومون وعباد ما ولا لي زيفينمون هذوما يصيروا اوي كلو باغ اكزومبل كوم لي زيفينمون سبورتيف ولي زيفينمون لي 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 سيمينار ولا لي يبعدوهم على توسكي يعملوهم من غير عباد ولا من غير جمهور باش يقللوا من الريسك نتاع البروباغاسيون نتاع الفيروس هذا. والله انا حسب مره اللي يعملوا فيه ماهوش خايب، الحاجه الصحي ورا بعضه معناها كل ما فيقوا بكا يهبطوها في الحاجه الصحي. برجوليه باش يقصوا السفرات على برشا دول خاطر عندنا الجاليه نتاعنا معناها مش باهي، قصوا عليهم معناها نسكروا عليهم غادي خلوهم يموتوا فهمتني. لازمنا اي انسان يجينا مثلا ولا اي واحد يجي من دوله اوروبيه لازمه معناها يتعدى بالاجراءات الكل وفهمتني وناخذوا احتياطاتنا وكهو معناها ما نبقاوش معناها كل مره هاو واحد جينا وبعد ما بقى 10 ايام ولا 20 يوم في تونس فقنا به انه هو عنده مرض ولا حاجه. نورمالمون فما ماتريال باهي وفما حاجات معناها فما يكيب مو باهي في المطار باش نجموا ناخذوا احتياطاتنا من الاول. علاش نحن نثقوا به كان بعد 10 ايام ولا بعد 20 يوم ويدور هو من بلاصه لبلاصه ولا عائلته تتضرر ولا كل شيء؟ ما هو من الاول نحن كيما في البلايص كل كان نحن شاكين فيه ولا حاجه نخلوه 14 يوم هذيك اللي نتاع الحجر الصحي ولا شنو وكهو. وما ما نجموش نقطعوا نحن مع العباد اللي جينا من ايطاليا ولا من فرنسا ولا كل شيء خاطر عنا زادت توانسه تروح، مش باش نمنعوهم باش يروحوا هما البلاد. حتى مصابين بالفيروس هذا لازم يجوا. المصابين انا قلت لك انا المصابين ينجم يكون هو مصاب، كان هو مصاب باش يجي باش طبيعه باش يتعدى على المطار ولا باش يتعدى على اي بلاصه معناها كذا باش يفيقوا به، ما ينجمش يتعدى هو كيكه معناها. الاعراض المنتظر كان بعد 14 يوم. هي الاعراض انت باش تظهر بعد 14 يوم، انت اي واحد تنجم تتابعه وانت جاي من ايطاليا تنجم ما عندوش مثلا اعراض تنجم تتابعه. حابب اغلاق الحدود والمطارات والمعابر البحريه والبريه؟ ما نحبذش اغلاق المعابر الحدوديه وما ما نحبذش خاطرنا نحن النجم ونقاوموها، خاطر هم مثلا في اوروبا ما سكروش الحدود نتاعهم نجوا نحن معناها نسكروا الحدود نتاعنا على خاطر خايفين. ما نوفروا نحن الامكانيات
وكان واحد جاي من اوروبا كيما حكيت لك نجم يمشي هو معناها 14 يوم ولا 15 يوم نجموا نتابعوه ونجموا نشوفوه هو معناها بعد ال 20 يوم هذيك اسكو معناها عنده المرض هذا ولا لا، مش نخلوه نحن سيركيلي ويدور وواحد.